عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نوينا نعمل إن شاء الله كنافة، الكنافة بالقشطة أهي بالشكل ده، هنعملها مع بعض. هنعمل أحلى شوية كنافة، طلعناها من الفريزر وفرقناها بالشكل ده وبقت بالشكل ده. هنعمل أحلى شوية كنافة، والسمنة اهي كوباية سمنة بلدي، لما تكون حلوة تخلي الكنافة جميلة. كوباية سمنة، ثلاث معالق سكر بودر، ثلاث معالق سكر بودر، ثلاث معالق نشا، كوبايتين لبن للكريمة أو للقشطة بالشكل ده. هنبتدي الأول بالكريمة، هنعملها كوبايتين لبن بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكوباية الثانية كوبايتين ومعلقتين ونص او ثلاثة نشا بالشكل ده، ومش هنحط طبعا سكر. عايزة تحطي سكر حطي، بس احنا مش هنحط سكر، بنكتفي بالعسل علشان ما تبقاش مسكرة قوي بالشكل ده. احنا هنذوبها كويس كويس جدا كده قبل ما نحطها على الايه، قبل ما نحطها على النار عشان ما تكلكعش معانا. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه هنعمل الكريمه، بعد كده نعمل الكنافه مع بعض. هي بس مقادير الكنافه عباره عن نص كيلو كنافه، كوبايه سمنه، ثلاث معالق سكر، بودره مطحونين بالشكل ده. هنعمل الكريمه الاول وبعد كده نخش على الكنافه. تمام، نبتدي بالكريمة، دوبناها كويس جدا جدا، قلبناها كويس، ودلوقتي حطيناها على النار هنسويها بالشكل ده. وأول ما تستوي وتخلص عشان تبرد قبل ما نعمل الكنافة تكون بردت، نبردها وبعد كده ايه نستخدمها بقى في الكنافة ان شاء الله. بس احنا هنخلصها الأول وهنعمل برضو العسل مع بعض بالشكل ده، او عندك جاهز خلاص. هنحط لها حبة سنة فانيليا، هنحط لها سنة فانيليا عشان تبقى طعمها حلو كده بالشكل ده. فانيليا اديها طعمها كده، ولا احلى ولا اروع. واول ما تتقل معانا وتغلي هنطفى عليها على طول. هيتقلب بالشكل ده اهو، ولا احلى ولا اروع بالشكل ده. احلى كريمة، روعة روعة، احلى كريمة للكنافة. ما حطيتش فيها سكر عشان هنحط العسل بتاع الشربات، كفاية قوي، تبقى كده جميلة. تيجي تاكليها تبقى جميلة. خلصت خلاص، هنطفي عليها وهي برضو ما تبرد هتتقل تاني، هنركنها بقى تبرد قبل ما نعمل ايه كنافة مع بعض. وهي خلصت بالشكل ده، هنركنها تبرد قبل ما نعمل ايه الكنافة مع بعض ونعمل العسل برضو. حطينا لها حتة السمنة بلدي كده تديها طعم كده وجمال بالشكل ده. حتة قشطة عندك، حتة سمنة اللي يعجبك حطيها، سيبها بقى تبرد. حطينا كوباية ونص سكر من دي، وعليها كوباية مية، كوباية واحدة عشان يتقل، عشان لقينا عندنا عسل، لقينا عندنا عسل اهو. وهنحط دي بقى على النار ونعصر عليها نص ليمونة او ربع ليمونة كده، وهتغلي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. قلبنا السكر وهنحط عصرة ليمون بالشكل ده، هنسيبه بقى على النار يغلي 10 دقايق وبعد كده نطفي عليه. الكنافة بالشكل ده هنحط 3 معالق سكر اهم، البودرة، وهنفركهم كويس في الكنافة بالشكل ده.
نقلبها كويس، ونخليش سكر خالص، هنخلي السكر يدوب خالص بالشكل ده. قلبنا السكر البودرة كويس جدا في قلب الكنافة بالشكل ده. دلوقتي جبنا صينية فاضية مش هنحط السمنة اهي، هحط السمنة في الاخر. انا هعمل ايه؟ انا هحط الكنافة كده بالشكل ده اهو اهو بالشكل ده، هقصها كده اهو، قصيناها بالشكل ده، نضغطها كويس وهي كده عشان لو ما ضغطناهاش كويس وهي كده بت ايه بتطلع السمنه معاكي وانت بتضغطيها. لازم نعملها كده كويس بالشكل ده هنجيب صينيه ونعملها كده 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 بالشكل ده اهو اهو بالشكل ده كده كويس جدا. بعد كده ايه هرش ايه شويه سمنه اهو اهو الجناب كده 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 بالشكل ده وحبه هنا على قد ما تاخد. احتاج السمنه تاني نجيب لها اه بالشكل ده اه حبه كده بالشكل ده. هنجيب بقى الكريمه، هنجيب بقى الكريمه انت لما تدوكيها كده كويس تضغط بالشكل ده اه. نجيب بقى الكريمه نشوفها بردت، نجيب الكريمه ونحطها في النص كده بالشكل ده اهو، ونحشيها ما نخليهاش يجي على الاخر هنا في النص كده عشان ايه خلاش في الاطراف اهي. ما شاء الله عليها ايه تخنت اهي ما شاء الله اهي بالشكل ده بردت طبعا اهي اهو. هكمل حشوها واوريها ولا احلى ولا اروع اهي. خلصت بالشكل ده وندوس عليها بقى بالراحة، يعني احنا ندوس كده بالراحة بقى ما نضغطش جامد بالشكل ده اهو. اي حتة مفيهاش بتكمليها بالشكل ده اهو، ما تيجي تضغطي بتضغطي بالراحة اهو ما شاء الله. ودلوقتي هنساويها وندخلها الفرن ان شاء الله. وضغطناها تاني على خفيف بقى على خفيف عشان نسويها اهو على خفيف عشان تبقى مستوية بالشكل ده ولا احلى ولا اروع. وهي خلصت بالشكل ده هنحط لها بقى السمنة تاني من فوق الوش بالشكل ده اهو، بس هنجيب لها حبة تاني اهو ولا احلى ولا اروع. نكملها ان شاء الله ونحطها في الفرن نشوفها مع بعض. وهي خلصت بالشكل ده احلى صينيه الكنافه بالكريمه بالقشطه. دلوقتي هنحطها في الفرن وهنشوفها مع بعض. ولا احلى ولا اروع بالشكل ده الكنافه اهي بسم الله ما شاء الله. ولا احلى ولا اروع الجمال ده. طلعناها من الفرن اهو ونسيها بالشربات اهو اهو. حسيتني بجد ان احنا في رمضان. عامله زي احنا في رمضان بجد. حلوه ولا احلى ولا اروع جميله تحفه اهي. دلوقتي هنقطعها ووريها. اه اما تشرب الشربات دلوقتي نقطعها ونقلها. احلى صينيه كنافه بالقشطه روعه 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 اهي بالشكل ده. قطعناها وهنعملها مع بعض ولا احلى ولا اروع
تحفة 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 وطرية بقى وايه ما شاء الله اهي حاجة كده بسم الله ما شاء الله تحفة 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 اهو ولا اجمل ولا اروع اهي روعة 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 طريقتي تحفة 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 بتحطي ايدك ليه؟ بعمل لك تحية من تحية مصر ماشي تحية مصر ام الدنيا طبعا مصر ام الدنيا روعة 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 حاجة خطيرة اهي ماشي بص جميلة ازاي يا نعمة جميلة يا تسلمي تسلمي يا حبيبتي حلوة جدا 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 بصراحة اللي هيعملها بألف هنا وألف شيف حاجة كده روعة 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 تحفة شكرا